رسالة إلى شيعة الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. أيها الحسينيون المنتظرون، إن للمسلم على المسلم 7 حقوق وواجبات، منها أن تحب له ما تحب لنفسك، وتكره له ما تكره لنفسك، وأن تعينه بنفسك ومالك ولسانك ويدك ورجلك، وأن لا تشبع ويجوع ولا تروى ويظمأ ولا تلبس ويعرى، وإذا علمت أن له حاجة أن تبادر إلى قضائها ولا تلجئه أن يسألكها، فالله الله في حوائج الإخوان وفي الأرامل والأيتام والفقراء وعوائل الشهداء، فابذلوا لهم الغالي والرخيص، واحموهم وأكرموهم وأحسنوا معاملتهم، فإن ذلك يسر أئمة أهل البيت عليهم السلام ويوجب المزيد من القرب إلى الله تعالى. أصفراً على الجمر يا ابن الحسن، أصفراً وقد كللتنا المحن، أصفراً على الجمر يا ابن الحسن، أصفراً وقد كللتنا المحن، أصفراً فطالت سنين العذاب وطالت علينا ليالي.